عليكم. الرئيس التونسي قيس سعيد يقول إن التعديل الوزاري الأخير لم يحترم الدستور. نسأل عن تأويل الدستور في ظل غياب المحكمة الدستورية وفرص احتواء الأزمة بين الرئاسة والحكومة في تونس. تونس في أتوني أزمة بين رأسي السلطة. البرلمان يواصل نقاشاته للمصادقة على التعديل الوزاري وسط خلاف عاصف بين الرئيس قيس سعيد ورئيس الحكومة هشام المشيشي، محوره ما يعده رئيس الجمهورية تعيينات غير دستورية، وما يرى فيه رئيس الحكومة تجاوزا من الرئيس لصلاحياته التي حددها الدستور. لكن ما جذور الخلاف بين الرئيس ورئيس الحكومة، وما موقف الطبقة السياسية من هذا الخلاف؟ صاخب محيطه مجلس النواب التونسي، هنا يعلو مزيد من أصوات الساسة التونسيين في سجالات تحكمها المؤسسات. رئيس يرفض التعديل الوزاري الجديد، ورئيس وزراء يعرض تعديله الحكومي على البرلمان لمنح الثقة لوزرائه. هناك من تم اقتراحه. يقول الرئيس قيس سعيد إن التعديل الوزاري غير دستوري، فلا مكان فيه لتاء التأنيث الواجب إسكانها في مبنى ساحة القصبة، وإن ممن اختارهم رئيس وزرائه من تحتاج أيديهم لنزاهة تسيير وملفات فساد محسوبة عليهم. يتشدد قيس سعيد ويغلظ أنه لن يمكن حكومة المشيشي بعد تعديلها من أداء اليمين الدستورية. يمأزق المشهد أكثر قيس سعيد وفق العارفين، اتهاماته لوزراء التعديل الجديد تتطلب بيانات وتفاصيل. وفي ظل بروز بعض الأصوات الهدامة ووقوفه مانعا أمام حكومة المشيشي، يعمق شتات الساس في إنقاذ بلاد تتجاذبه بيانات سلبية وفيروس كورونا ولملمة خارطة الاحتجاجات المرسومة على الشارع. يقول المشيشي إن حكومته تملك رؤية استراتيجية واضحة، فيما تطالب صناديق الإقراض الدولية البلاد بخطط إصلاحية واعدة. تتعقد الخلافات السياسية في تونس وتتشعب، يحكمها دوما النص الدستوري وأدوات العملية الديمقراطية. في بلد عربي استطاع قطع أشواط التحول الديمقراطي تحت حرارة عربية وإقليمية قد يرضى كثيرون في الداخل والخارج الوصول إلى نهايتها. ينضم إلينا من تونس نور الدين البحيري النائب عن حركة النهضة، ومن تونس أيضا السيد زياد غناي نائب في البرلمان التونسي عن التيار الديمقراطي. أهلا بكما. سيد نور الدين البحيري، من يستهدف الرئيس قيس سعيد بكلامه؟ هل الكلام فقط موجه إلى شخص الغنوشي والمشيشي، أم يستهدف المنظومة السياسية بأكملها في تونس؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في الحقيقة أنا لا أوافقهم الرأي في الحديث عن خلاف عاصف، أعتبره أن هناك اختلافا في وجهات النظر. الدستور التونسي نظم صلاحيات كل من السادة رئيس الجمهورية والسيد رئيس الحكومة ومجلس نواب الشعب تنظيما محكما ودقيقا، إعفاء الوزراء وتعيينهم من صلاحيات السيد رئيس الحكومة، تزكيتهم من صلاحيات مجلس نواب الشعب، وقبول اليمين الدستورية من طرف هؤلاء الوزراء الذين ينالون التزكية في مجلس الشعب يكون أمام السيد رئيس الجمهورية. هناك ظهر البارح شيء من اختلاف النظر في خصوص ما إذا كان تأدية اليمين الدستورية أمر واجب على السيد الرئيس قبوله بعد حصول وزارة التزكية، أم أن السيد الرئيس أن يقبل معناها أداء البعض اليمين دون غيرهم. أعتقد أنه قراءة متأنية وقراءة عميقة للدستور وروح المسؤولية الوطنية العليا التي يتحلى بها كل المسؤولين في الدولة في مقدمتهم السيد رئيس الجمهورية باعتبار الضامن لوحدة البلاد وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة. أظن أن هذه المبادئ والقيم كفيلة بتجاوز هذا الإشكال. نعم. وإن شاء الله تونس ما توصلش لما تحدثتم عنه من الخلاف العاصف. نعم.
سيد زياد غناي، ليس خلافا عاصفا يقول سيد نور الدين البحاري، هو اختلاف في وجهات النظر ويمكن حل هذا الخلاف بطرق السياسية والدستورية. كيف يرى التيار الديمقراطي ما جرى، خاصة وأن الرئيس سعيد صرح بما صرح به في اجتماع لمجلس الأمن القومي وشن هجوما على الدستور أيضا؟ عفوا، شن هجوما على ماذا؟ قال أدى الدستور يجب أن يعاد صياغته من جديد. طيب، شكرا على الاستضافة في البداية، لكن هذا النقاش يعني يأتي بعد أسابيع، والتحوير الوزاري هو موضوع نقاش داخل المشهد السياسي، والواضح أنه سيد رئيس الحكومة ذهب يعني هرب إلى الأمام في علاقته برئيس الجمهورية، وخطاب رئيس الجمهورية كان من باب التذكير على اعتبار أنه هذا الدستور بالذات استشهد به، وقال أنه من بين الأهداف العليا التي وضعها هذا الدستور هي مبدأ مقاومة الفساد، وذكر ذلك في أكثر من فصل. نعم. والإشكالية أنه في بعض الوزراء تتعلق بهم شبهات جدية، ومن بينهم حتى وزير، ورئيس الجمهورية قال أنه مطلع على ملفه وأن ملفه محل تتبع قضائي. نعم. وبالتالي للأسف هذه الديمقراطية التونسية تسير في جزء منها نحو التطبيع مع الفساد، عندما يعني يقع فرض بالقوة أسامي لها تبعات قضائية، فالمسألة لم تعد مسألة قانونية بحتة بل مسألة سياسية. ويبدو أن الإشكال الآن بعد 10 سنوات ومن خلال تقييم واسع لجملة السياسيات التي انتهجتها تونس ما بعد الثورة، يبدو لي أن هذه الأزمة تنضج داخل مؤسسات الدولة وتتجلى في خلال صراع بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، وتنضج كذلك في الشارع الذي يعتبر أن الفساد هو الذي أبدى وضعه السيء وجعل كل الأرقام في عهد السيد المشيشي في الأحمر. السيد المشيشي أتى بعد سحب ثقة من رئيس حكومة عليه شبهة تضارب مصالح. هذه الشبهة كانت بعد إصدار تقرير من هيئة الرقابة للوظيفة العمومية. هذا التقرير كان تقريرا أوليا وكان كافيا كي يقدم رئيس الحكومة فيه استقالته، ومن غير المنطقي ومن غير المقبول أن تكون هنالك أسماء عليها شبهات وعليها تتبعات قضائية. يبدو أن تونس ما عقرتش، بمعنى التونسي يعني تونس ما زالت ولادة وفيها من الشرفاء والنزهاء ما يمكن أن يتقلدوا مناصب، وهذا هو دور الذي يجب أن يلعبه رئيس الجمهورية بحكم أنه الحامي للدستور. نعم. ذكرت جملة أداء القسم لو كانت له رمزية فهذا نعم. فهو في هذا المستوى. سيد زياد غناي، ذكرت جملة مهمة جدا سأنقلها للسيد نصر الدين بن حديد الذي انضم إلينا الآن من تونس، الكاتب والباحث السياسي. سيد نصر الدين، قال سيد زياد غناي الديمقراطية تسير نحو التطبيع مع الفساد. تونس أمام أزمة حكم أم حكومة؟ مساء الخير، تحية لك ولضيوف كل جميع المشاهدين. تونس أمام أزمة وجودية، أزمة استراتيجية، أزمة فكر، أزمة منظومة مجتمع، وأزمة منظومة حكم بكاملها. ما نراه اليوم هو إحدى التجليات، ما نراه اليوم هو الحمى التي تظهر على المريض وليس المرض في حد ذاته. ومنذ سقوط نظام بن علي، قبل نظام بن علي شيئا آخر، منذ سقوط نظام بن علي الآن ونحن نتحدث في هذا البرنامج، لم تجرى حكومة واحدة في لحظة واحدة في مرة واحدة على معالجة المرض في عمق أو على الأقل تشخيص فيهم. كل ما رأينا منذ 2011 هو تلاعب بالأعراض ومحاولة مداواة الحمى في شكلها الظاهري. لم تنزل حكومة واحدة إلى الفساد في عمقه، ودليل ذلك أننا لم نرى قضية واحدة أمام المحاكم. المهم في السياسة ليس ما يجري، المهم في السياسة هي الصورة التي تنطبع عما يجري. هناك في تونس الآن عمق من شعبي عميق يرى أن الفساد يحارب الفساد بالفساد. ودليل ذلك أن الأزمة المركبة الآن في تونس هي أزمتين: أزمة نظام حاكم وصراع ثلاثي بين رئاسات الثلاث وجميع الطيف السياسي، وأزمة عمودية أخرى برزت الصراع بين الطبقة السياسية والعمق الشعبي. خروج أولاد حي التضامن والأحياء الهامشية في القصرين وسبيبة وسيدي بوزيد ومناطق أخرى إلى الشارع هو الدليل على عدم ثقة وعلى فاس طبقة سياسية برمتها. وهنا نرى محاولتين، وهنا رب الأزمة، نرى محاولتين
الاعتراض لهذا الدخيل على الطبقة السياسية وهو العمق نعم. الشعبي. النهضة التي طالبت وتطالب عمق الشعبي بالنزول إلى الشوارع، الهارد باور، والأحزاب الأخرى التي تريد أن تركب هذا الحراك سوفت باور والسيطرة عليه، الاثنان هما عليهم بينهما اتفاق على حصر اللعبة السياسية بينهما، ثم نحن أمام أزمة حكم وأزمة وجود وأزمة استراتيجية، أزمة نعم مجتمع وأزمة منطقة سيد حقيقة. نور الدين البحاري، استمعت إلى ما قاله سيد ناصر الدين، قال أن هناك منظومة تحارب الفساد بالفساد، وكما أشار السيد زياد من حق الرئيس، من صلاحيات الرئيس أن يعترض على أسماء تدور حولها شبهات فساد وتضارب مصالح. عندما يقول رئيس الحكومة بأن حكومته جاهزة للإصلاح، كيف يسمي بنفس الوقت بعض الوزراء الذين تدور حولهم شبهات فساد، وما موقف حركة النهضة من ذلك؟ لنتفق بداية أن الديمقراطية والفساد خطان متوازيان. الديمقراطية بما هي مساواة أمام القانون، الديمقراطية بما هي استقلال القضاء، الديمقراطية بما هي شفافية، الديمقراطية بما هي حق نفاذ المعلومة، بما هي إعلام حر يكشف كل التجاوزات. ما تنجمش تكون محضنا للفساد، الدكتاتوريات هي محضنا للفساد. ولذا يقول نحن نعيش في ظل نظام دستوري ديمقراطي فيه إعلام حر وفيه أحزاب قادرة باش تكشف كل مظاهر الفساد، وفيه قوانين تجرم الفساد وتعاقب عليه بأشد العقوبات، وهذه في الحقيقة مكسب لتونس وحامي للبلاد من كل مظاهر الفساد كبيرها وصغيرها حتى وإن كانت ضعيفة. اثنين، في الحقيقة نحن معناها دستورنا نظم الصلاحيات وعمل راسين للسلطة التنفيذية، السيد رئيس الجمهورية جزء من السلطة التنفيذية عنده صلاحياته، والسيد رئيس الحكومة جزء من السلطة التنفيذية وعنده صلاحياته. السيد رئيس الجمهورية هو الذي يحيل الوزراء المقترحين على مجلس نواب الشعب. لو كان هناك ما يمنعه من قبول أداء هؤلاء الوزراء المقترحين لليمين كان يمكن أن يعترض على إحالتهم على مجلس نواب الشعب وأن لا يحيلهم أصلا، لأنه مش ممكن للسيد رئيس الحكومة إحالة أسماء هؤلاء الوزراء إلى مجلس نواب الشعب إلا عن طريق السيد رئيس الجمهورية. اثنين، نحن اللي يأتي التزكية هو مجلس نواب الشعب، ومجلس نواب الشعب في أغلبه إن لم يكن في كله ملتزمين بالدفاع على الفساد وبممارسة الشفافية، والمسؤول عن الوزراء اللي يعرضهم على مجلس نواب الشعب هو السيد رئيس الحكومة، وهو الذي يتحمل مسؤولية أو سهو أو خطأ أو تغطية أو تعمية على بعض مظاهر الفساد عند البعض منهم. والجلسة العامة مجعولة للنقاش حول هذا الموضوع نعم. وللمصارحة ولكشف كل الملفات، ولذلك نقولوا اللي هو تتوفر في جانبه بعض شبهات الفساد أكيد مجلس نواب الشعب لن يزكيه ولن يصادق عليه، وإذا تحمل مجلس نواب الشعب بالأغلبية القانونية مسؤوليته وقبل تزكية ذلك المسؤول الذي علقت به بعض الشبهات نعم. فذلك دليل أن تلك الشبهات لا ترقى إلى درجة الجريمة التي تمنعه من تحمل معناها المسؤولية. لذلك نعم. حال نحن في نظام حرية لكل نائب يعبر على رأيه، كل من حوله شبهات فساد مش ممكن باش يغطي أو يخبي، لأنه كل شيء مكشوف والحمد لله معناها في بلادنا من خلال الإعلام الحر، من خلال الرقابة معناها البرلمانية. ولا يكفي أن أقول أنا أن فلان تعلقت به شبهة فساد حتى يتم إسقاطه من ترشح الحكومة. عندما أتهم واحدا بشبهة فساد أو شبهة تضارب مصالح مثل ما حصل مع السيد الفخفاخ، نقدم الحجج والدلائل من مؤسسات دستورية معترف بها وليس من أشخاص أو مجموعات من خارج معناها المؤسسات الدستورية المعترف بها. والسيد الفخفاخ لم يتم السعي ودعوته للاستقالة إلا بعد أن حضر السيد شوقي طبيب رئيس الهيئة الدستورية لمكافحة الفساد أمام مجلس نواب الشعب وأمام إحدى لجانه، وأقر صراحة أنه ثبت في جانب السيد الياس الفخفاخ بعد أبحاث وبعد الاستماع إليه وبعد تمكينه من حقه في الدفاع ثبت في حقه تضارب مصالح. الحالة اللي نحن فيها الآن ليست بهذا الحجم، لكن نحن نأكد بالنسبة لحركة النهضة نحن ضد تكليف أي واحد يشتبه في ارتكابه لجريمة تضارب مصالح أو فساد
بأي مسؤولية مهما كانت درجتها، ونحن عندنا ثقة في السيد رئيس الحكومة اللي هو المكلف بتعيين الوزراء وهو الذي تحمل مسؤولية ما يقترح علينا. طيب، انتبه، أريد أن أعرف موقف حركة النهضة أستاذ. 4 وزراء تدور حولهم شبهات فساد، هل سيصوت عدد من أعضاء حركة النهضة ضد تعيينهم؟ هذا كلام. 4 وزراء تحوم حولهم، هذا كلام، ليس هناك حجج ودلائل، والسيد رئيس الحكومة وضح الشيء هذا. لا يكفي أن نقول أنه هذا يشتبه، ليس هناك مؤيدات ولا حجج. نحن في كنت حركة النهضة، طيب يعني ستصوتون مع التشكيلة أو التحوير الوزاري بالكامل، هذا ما يفهم من كلام. ومبدئيا من هنا إلى انتهاء النقاش حول هذا الموضوع، مبدئيا موقفنا هو التصويت لكل الوزراء إلا إذا ثبت فعلا أو عجز السيد رئيس الحكومة على الدفاع على وزراء الذين رشحوا. سيد زياد غنام، نعم، هناك واضح قوية، واضح سيد نور الدين ضد أحدهم. سيد زياد، يقول سيد نور الدين كل ما يقال عن شبهات فساد كلام، وبالتالي تقدم التشكيلة يصادق عليها، يتحمل رئيس الوزراء المسؤولية والحزام البرلماني الذي صوت لهؤلاء. طيب، أنا أعتبر أنه هذه المداخلة التي استمعت إليها الآن هي تصديق لقول أنه هذه الديمقراطية التونسية بالفعل تطبع مع الفساد، لأن القول بأن الديمقراطية ليست لها علاقة بالفساد وأن الفساد فقط لا يوجد سوى في الدكتاتوريات، هذا يمكن أن ينطلي على شخص غير مطلع على الواقع داخل العالم. أذكر أنه بينيتو كراكسي كان رئيس وزراء في بداية التسعينات، في الثمانينات في إيطاليا، وغادر البلد فارا وانذاك هرب حتى لتونس. ونذكر انه جاك شيراك والديمقراطيه الفرنسيه ووقع تتبعه في علاقه بالامبلوا فيكتيف يعني في وكذلك الان في اللحظات اللي نحكي فيها هنالك تتبع قضائي يخص ساركوزي الرئيس السابق الفرنسي كذلك، وقبل ذلك كان هنالك فرانسوا فيون والأمثلة عديدة على فساد الفساد كبير تواجد في الديمقراطيات. الفرق بيننا وبينهم أنه هنالك مؤسسات تلعب دورها في الوقت المناسب وتحاسب هؤلاء المسؤولين السياسيين داخل الديمقراطية. هذه الديمقراطية بالفعل الآن تطبع مع الفساد، لأنه العمل والتساهل مع شبهات الفساد واقتراح أسامي بعينها لمناصب حساسة داخل الدولة لا يمكن أن يفهم داخل الاتجاه. أنا لست هنا قاضيا، القاضي هو الوحيد المكلف، على عكس ما قاله يعني السيد نور الدين البحيري منذ قليل، واعتبار أنه شهادة السيد شوقي طبيب كافية لإقالة رئيس الحكومة، في حين قال أنه مداب القضاء لم يحكم، وهذا تناقض يعني في علاقة بالوزراء الجدد، فمن الحق رئيس الحكومة أنه يضعهم في مناصبهم، ونحكيه على مناصب حساسة تابعة الدولة، وزارة عدل ووزارات أخرى مهمة. للأسف الخبراء حتى المانحين يتحدثون عن الفساد المستشري داخل الدولة من رأسها إلى ساسها، يعني هذا اليوم واقع ملموس داخل المجتمع، وإنكاره هو خروج عن الواقع واعتباره مسألة سريالية. نتحدث أنه زعيم أحد الأحزاب السياسية هو الآن رهن الإيقاف في متابعة لقضية تخص ملف تهرب ضريبي. نتحدث عن فصول بعينها وجدت في قانون المالية وقع إسقاطها من مؤسسات دستورية، كان الاعتبار أن هذه الفصول تخدم جملة من الفاسدين وتريد إعفائهم بشكل يعني بقوة القانون وإيجاد نوع من العفو. بالتالي نتحدث عن واقع ملموس وليس يعني مجرد تجني في إطار لعبة سياسية بين أقلية وأغلبية. وفي نهاية الأمر في هذا المستوى بالذات أريد أن أقول أنه ما يحصل الآن هو خالي عن أي تقييم سياسي، عن أي طرح سياسي، ليست هنالك أهداف معلنة حول تغيير وزراء أو محاولة حتى حوار عام يجعلنا نضفي شيئا من الموضوعية على هذا التحوير، إنما هي محاولة إيجاد توازنات سياسية فيما كان متفق عليه في الوقت السابق، وما انتظروا سوى التخريج المناسبة كي يزيدوا من تمكنهم داخل هذه الأغلبية وداخل هذه الحكومة. وهذا صراع يعني معروف عليه منذ 2011 إلى الآن، تكرر في السابق في علاقة بالشام.
الشاهد والرئيس البلجيكي قائد السبسي والآن يتكرر بطرق أخرى وبفعل جدد. طيب. ما ذكرته بخصوص الحوار العام أو الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس التونسي قيس سعيد منذ فترة، الآن هل هناك فرصة لإجراء هذا الحوار سيد نصر الدين؟ رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية إلى حوار سيغير الأشياء. لا أحد في تونس يملك عصا سحرية ولا أحد في تونس يملك بالمعجزات وقد بلى ثمن المعجزات. أعتبر أنه في تونس هناك موازين قوى على الأرض، ويجب أن نذكر المشاهدين الكرام الذين لا يعرفون تونس أنه الاقتصاد الموازي أي الفساد في الاقتصاد يعادل 60 أو 70% من الاقتصاد، وبالتالي فأن اقتصاد البلاد مبني على الفساد، مبني على التهريب، على تهريب البضائع، مبني على التهرب الجبائي، مبني على عدم التصريح بالدخل، ومن ثم نحن أمام منظومة كاملة، أمام عشد بابير وليس أمام نحلة واحدة، نحن أمام منظومة كاملة، أمام هواء ملوث نتنفسه ولسنا أمام شخص واحد. أريد أن نعاقب على شيء على قدر كبير من الأهمية أعتبره، ما سمعته من الضيف المحترمين هو لعب ضمن الدائرة الأفقية بين الأحزاب، لا أحد منهم تحرك أو وتكلم عن الصراع العمودي بين الدائرة السياسية التي يمثلانها الاثنين بجناحيها الحاكم والمعارض والعمق الشعبي الذي خرج في الأحياء والذي لا زال يخرج في القصرين الآن، والذي قد وهنا الخطورة ليس في سقوط المشيشي وصعود وإعادة صعود الفخفاخ أو سقوط الشاهد وإعادة سقوط المشيشي، كلها أسماء عالم تتوازى وفي نفس المستوى أعتبرها، لكن الخطر الآن هو في اتساح شعبي كي ننتقل ليس من الديمقراطية للديكتاتورية بل من الديمقراطية للفوضى. ما يتهدد البلاد ليس صراع الأحزاب، ما يتهدد البلاد هو صراع بين الطبقة الفوقية التي تحكم البلاد والطبقة السفلية التي تحس بأن محكومة والتي ترى الفساد في أم عينيها كل يوم، من ثم لا يمكن أن نحجب طيب. أنت ترى أن الحراك الشعبي أو الاكتساح الشعبي كما وصفته هو الحل، ولكن نحن أمام معضلة دستورية. نعم، ولكن دستوريا سيد نصر الدين، لما قل هو الحل قلت هو الخطر، يعني هناك منطق هو الخطر القارب. نعم هو الخطر، ولكن دستوريا نتحدث دستوريا كيف يمكن حل هذه المعضلة الدستورية؟ هناك نواقص في الدستور، الدستور لم يأتي على ذكر التحوير الوزاري، وبالتالي كيف يمكن الخروج من هذه الأزمة دستوريا؟ هل ممكن الذهاب إلى انتخابات مبكرة؟ هل يكون الحل بالذهاب إلى انتخابات مبكرة وفق قانون انتخابي جديد؟ الذهاب إلى انتخابات مبكرة لن يحل المشكلة، وأعتبر أنه من الضحك على الذقون القول بأن اسقاط هذه النخبة وصعود النخبة القادمة سيجعل البلاد تتحول من جهنم إلى الجنة. أعتبر أن الحل هو في وجود نوع من التنازل جميع الأطراف عن كرامتها بعض وبعض كبريها والذهاب إلى حل. أعتبر أن اللغة موجود في الدستور، لأن الدستور الآن عندما نفسره بعض الشيء واستسمح دقيقة أفسره، هو أن الدستور يعطي لرئيس منتخب انتخاب العام المباشر من الشعب سلطة أقل من شخص معين يعينه رئيس الجمهورية، ومن ثم المشكلة جدد زمن الشاهد، جدد زمن الفخفاخ بعض الشيء، وقد الورم أكبر كبر الآن. المشكلة الآن أعتبر أن هناك مشكلة في الدستور، لست خبيرا في الدستور ولست ممثل للشعب لأقول بتحوير الدستور أو عدم تحويره، لكن أعتبر أنه جزء من الأزمة هي أزمة في الدستور، ولا يمكن لدستور ملغوم أن يعطي نعم. أرضية طيبة. رأي سيد نور الدين وسيد زياد فيما يخص الاكتساح الشعبي وما قاله سيد نور الدين بأنه الخطر القادم، سيد نور الدين رأيك في هذا الموضوع وفي التحركات الليلية التي حصلت مؤخرا وأيضا تحركات تظاهرات نهارية شهدناها اليوم بدعوة من أحزاب المعارضة والمجتمع المدني؟ بداية دعني أوضح للسيد زياد اللي نوجه له التحية أنه الأمثل اللي استظهر بها واللي نجم نضيفه لها مثال ملف السيد الياس فخفاخ وملف عدد من وزراء حكومة الفخفاخ المحالين الآن أمام القضاء، إنما يؤكد ما قلت من أن للديمقراطية قوانينها وآلياتها التي تدافع بها عن نفسها، ولذلك متابعة برلسكوني وشيراك في فرنسا إنما يدل أنه للديمقراطية قوانين وآليات تخليها دافع لنفسها وتخليها قادرة على مقاومة الفساد. وذاك علاش نقول ونعاود نقول أن الفساد والديمقراطية الحقيقية بما هي شفافية، بما هي استقلال القضاء، بما هي إعلام حر، بما هي سلطة رقابة للبرلمان، بما هي هيئات دستورية
لمكافحة الفساد قادرة على الدفاع عن نفسها، وهي والفساد خطان متوازيان لا يلتقيان. بالنسبة للتحركات الشعبية اللي قاعدة تحصل الآن، نحن نعتقد أنه من علامات نجاح تجربتنا الديمقراطية هو ضمان حق الناس في التعبير على رأيها وفي التظاهر وفي تبليغ مطالبها للسلطة الحاكمة في إطار سلمي وقانوني، وهذه كلها علامات إيجابية تنبهنا وتنبه الحكومة وتنبه النواب، كل النواب بمختلف معناها انتماءات مفصلهم بما فيها نواب المعارض، تنبههم من هناك نقايص. لم يتبقى وقت سيد زياد، بعجالة لو سمحت، رأيك في التظاهرات والحراك الشعبي؟ سيد زياد غني تفضل. الحراك الشعبي هو جزء، هو اي الحراك الشعبي هو جزء من 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 الاشياء التي بنت تونس، تونس الحديثه. نحن نعتبر نفسنا في جزء منا كنخب سياسي امتداد لهذا الحراك، لانه تونس صحيح بناها سياسيين لكن بناها كذلك تحركات تاريخيه في 26، واحنا اليوم في 26 جانفي 78، تحركات 4 جانفي في 84، التحركات في 2008 2011، وبالتالي نحن لا نخاف من هذه التحركات، بل نعتبر انه الشعوب هي تدخل في الموازنات السياسيه وتفرض انها تسمع صوتها عاليا، خصوصا عندما جزء من النخب السياسي يلتزم ببعض الحسابات المتعلقة بالسلطة. النائب في البرلمان التونسي عن التيار الديمقراطي، وأشكر السيد نور الدين البحيري النائب عن حركة النهضة، وأيضا السيد نصر الدين بن حديد الكاتب والباحث السياسي. شكرا لكم، شكرا للمتابعة، وإلى اللقاء.